زين انت غبي ما يطالع في الجو يسوي كذا، ترى الوضع ايزي يا ابو محمد. يا عزران في لفه تكفى، وينك؟ شل الفولو مني وزعل ليه؟ عشان انا معجبني الوضع اللي هو سواه. انا قلت معلش انا قاطع المرحله لا والله بصره، حقه. انا ادعم حقه، انا ربه. كيف؟ انت تدعم؟ لا انت تدعم وش يعني؟ ادعم صراحة. شوف، فكرتك انك بتروح لجاكرتا مع عيال عمك فكرة من عند والدي، قلت له جميلة جدا، أقسم بيت الله يا محمد إني دارسها يمكن أسبوع كامل، ما ايه حلفتني أسبوع اسحب علي، كامل. لا تفك الميوت، خلي ما اعطي ميوت شوت. إي والله، فبإذن الله مجهزين جدول فيلة وشغل ترتيب بحر طيارات شراعية أشياء يعني إن شاء الله أنها تليق بال، وذاك كان صديقك مو صديقي، زمالة لعب يعني وتحديات، وكان بيننا زملاء دوام. اي زملاء دوام، بس يعني الخطوه اللي اتخذها هو بدا في البزنس، يوم بدا في البزنس انا انسحبت يعني من الموضوع، حسيت اني بخسر واجد. انت انتقدت موضوعه نعم وزعل. نعم قلت موضوعه ما هو بزين، وانا اشوف يعني ان الموضوع هذا ما يصلح، وما عجبه كلامي فقال يعني انفولو، وبيني وبينك قطعت اسبوع ابكي، توني رجعت والله. يا ولد انا يجيني فترة ويجيني واحد وينثر علي ورد ويروح، يجي مرة وينثر ورد ويروح، ما عاد احد يجي، من اقعد فترة ما ادري ليه الحركات هذه. ما ادري، تشيك انت على الخاص؟ لا اقسم بالله يا الخاص عندي في التيك توك، ما عندي، اقسم التيك توك بالله. ما حد يعاين يعني. التيك توك بس ما حد ليه يعاين يعني. الحركات هذه؟ ودي اعرف ليه. والله لا حسين خالف احس احس صدق والله نسينا والله مالك حق محمد. لا لا انت عليك خمس حصانات يا عبد الله، خلاص انا وانت موضوعنا منتي. شوف بهاج، خمس حصانات بهاج. قصر قصر راسي طاير الغلاف الجوي، والله ونعم اقسم بيت الله انكم نعم، وانك فعلتها وانا اخ نوره، وانك دخلت بحسابك احتياطي وفزت. خلينا نقفل بس تستاهل دقيقه، 200,000 اللي مضافني هنا يا رجال يضيفنا حساب الثاني احتياطي. شلونك بهاج؟ والله بخير. كيف حالك؟ والله بخير. ايش تبي تلف الحكومة؟ اعطني احكام. ايش تبي تلف الحكومة؟ شوف اعطني احكام صرف حق سكور نازل لك قوي. يا ابو سعيد جيب لي معك قهوة تكفى، دوامي الساعة 8. استعجل خالد. دقيقة دقيقة. ما اشوف يا رجال، والله ما اشوف. خلاص ارجع وتعال، ادخل وتعال. دقيقة. حكم الأول أبي عبود، أبي عبود سم. حكم الأول، حكم الأول قيام جلوس 100 مضبوط. حكم الثاني 100 يا ولد، هل حقه أحكام ترضى على نفسك؟ والله العظيم لو إن جايني والله أني مسوي 150 ها والله، ومسوي هذا مش وين كرسي فوق راسي 100. أسلم أسلم أسلم، شو المشكلة؟ الحكم الثاني وشيء المري يسلم عليكم كلكم جميع يا رجال الرطيس. ونعم الحكم الثاني حكم الأول 100 ثانية الثانية فتار حط صورتي 30 حلو حلو بحسابك الأساسي مظبوط. عارف 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 تتنفذ يا بهاج ولا لا؟ عشان ما اطول الموضوع ولا تخليك رجال زي الريجيل واحكم احكام ريجيل. تبي تنفذ ولا لا؟ احكم احكام. انا اسالك يا مسلم، انت شمري بتنفذ ولا لا بهاج؟ عطني احكام عشان اختصر وقت الموضوع هذا كامل. عطني احكام زي الريجيل، الحكم الثاني حط صورتي. ايش خليت؟ لا حط صورتي، بتنفذ ولا لا؟ حلو، الحكم الثالث بتنفذ ولا لا؟ الثالث يا اخوي بتنفذ ولا لا يا ولد؟ حاتيك ترى يا فارس افحمتني انت، كل ما روقت جيت نزلت كورجي يعني ام الافحام. ايش فيك منفس بهاج؟ والله اني بيني وبين الرجل هذا موضوع حساس. طيب جاوبني انت الحين عشان اشوف الموضوع كامل. اخو علي انا اخذ العلم من لسان الرجال بس. تنفذ انت ما انت فايز خلاص، تنفذ الرجال. الحكم الثالث القبضه 3 دقائق.
زين حبيبي حصانة ما يبغى له أنا ما عندي حصانة واحدة، أنت تطلب عبود خمس أنا أطلب خمس حصانات. تلامة تقوم وتتأخذ حصانات صح ولا لا؟ لا لا أنا بس أنا متعمد توي ما أسألك تنفذ ولا لا، وأنت قلت إيه ورجال تقضب على سالب واحد. نعم الرجال هذا العلم يا بهاج اسمع الرجال هذا علم وجاك الرجال أنا عينيني وما أسألك الحين بشوفك طيب اسمع ولا لا. طيب طيب اسمع خمس كلمتك ولا ما تثني بس طيب هذا علم سلامتك أنا بتعمد مسألك تو لا طيب خلاص ما تنفذ أنت ما تنفذ اسمع خالد عندي حل فأنت ما نفذت البهات خلاص جولة بجولة وأنا ثلاث حصانات أوكي بكسرها لا لا يكون زعل لا يكون زعل صلى على النبي يا بهاج لا يكون زعل برنامج ذا لا يجي ولا يروح صلى على النبي يا رجال لا يكون زعل طلع الموضوع كامل والله العظيم الموضوع كامل والله العظيم قسما بالله ان ما قيش عندي سكور هذا كامل والله والله العظيم وتدري انت يا الجوله هذه يا عبد الله وانت يا بهاج يا رجال لوجه الله بيض الله وجهك يا خالد يا رجال وكل مرجال يا رجال احنا نكسبكم ما نخسركم والعلم سلامتكم هذا كم ساعة يا ربع كم ساعة إذا قرب ثمانية علموني لجأ ثمانية علموني هالجولة هذه ثمانية سكور هذا علي الحرام كان يا رجال خالد بيض الله وجهك يا خالد يعني سماح هذه هالجولة هذه أنا وأنت بنت عالم في الجولة اللي راحت نفذت قبضة أوكي باقي لك حكم تطلبني أبنفذ رجال ما نخسرها رجال تغدي رجال وتحفظ مراجلها وتحفظ بضيء جدا بسيطة الموضوع هذا كامل لا 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 يشكر والله اني ما ابي لا يشكر فضل والله اني ما ابي قسم الجوله هنا الجوله هذه علي الحرام ما بيها واسكور هذا ينزل فيه دبل والله يلا حرك حبيبي حرك بس روح بيت من حرمته والله العظيم لا اطير في الحين بيتبوك اقسم بالله ما يمنعك مني واحد مين اللي ما عندي انا اسطرك تسطير من حرمته انا خاطر يعطيكم مكسور دنيا العناء ويش أسوي بور في صاحبي حاسب شعورك أنا والله يا بهاج أنا عارف عارف كنت متوقع أن السيناريو براسك أنك راح تفوز علي مني أنا وأنا يعلبوك ما صار اللي كان من الحسبان والله ما عاد فيها سلام عليكم يا رجال أبو عبد الله المري بيض الله وجهك وعلم الغانم علي حرام يحزن بك ضد الموت أنك ترده سلام عليكم أخو علي ما حد برد الموت لا عن الدعم والله العظيم الموت ما برد احد وانا اخو نور هذا ربي لا ابغى يلقط روحك يلقطها لا دعم العنوان يا عبد الله اسمع استاذ ايوه وش الطريقه من الاشخاص اللي انت لاحظتهم انهم يطشون ورد ويمشون وانت ما تلعب معهم اساسا من بعيدا عن الشخص اللي تكلمنا عنه اليوم من غيره يعني في ناس واجد ولا بس نفس الشخص عشان اشوف يعني ايش المغزى شخصي لا هذا محمد ما ينتج انه يحكمون دول اشتروهم من يسرون اثنين عجقلهم من طيب من الاثنين يا اخوان واحد عرفنا من الثاني لا بدون اسماء بدون والله ان قد جاك طش ورد حذفوا كل ايه معروفين طيب الماضي قصد هذيك انا راح فكري الثاني اخو علي كيف الاسم عرفت الشخص اللي اليوم كبه الثاني اللي جاني اسمه الكل صديق الكل نعم والله ما يخلي بث الا يسير ويطشطش خلنا نطشطش انا ودي اطشطش والله انا ما طشيت الصدق انا اخر دعم لي كان 15 ورد عند بهاج الاكلبي انا طشطش وين ما عينت تعطي قلوب انت من تحت كذا صح ايه اعطي قلوب واصرح اقول الدعم ابكل بث ثلاثة انا وسعد الشيري اكتب معكم الدعم بهاج الاكلبي حذف قلوب لا إله إلا الله يا محمد ميم. هذا يعني عارف السبب أنا ليه ما زين الحركة دي تقول يا بهاج ما زينة بس أنا ألبي أسلم
والله انا ضروري اسمع العلم، ابي طريقه يا ابو صالح. بس ودك النطش يكون شوي واجد يعني، اسد اسدين على الاقل تستفيد منه ويكون اسم واضح. والله ما ودي ما ودك تكلف. اي والله اسمع، عرفت نظام غصبني وتغيصب بخصوص الموضوع ذاك القست. ما انصحك يا محمد، ابي استانس. هو مشكلتك انت تدري وش، انت دخلت مع عواسي وقفت عليهم. خليك صادق، عواس اخس ترى، ارد عواس هي طبقتين ذكور اناث، طبقة عواس. عواس لا هو برجال ولا هو مرة ولا هو هذه. طيب هنا المشكلة، هنا المشكلة. فمحمد بس ها ودي يسعد لي قصة حب كذابة. الله بسوي كذا. لا اذا دخلت معي قصة اوكي، ولا اذا مسك الجوال شوي نزل جوالك. الله. ها لا ما يسوون كذا، لا كذا انت غبي، ما يسوي كذا. لا مثلا يعني خلينا نقول جاء قسط رباعي، خلينا نفرض انت يا بهاج في قسط رباعي ودخل معكم اثنين ثانيين وانت والقصة اللي انت سويتها. حلو خادي معك كاس شاي. هاي بهاج لبيه. اقول قسط رباعي وانت مع القصة حقتك، انت جايب انت والقصة داخلين رباعي ويرمي كلام هنا ويدافع ويدافع وكذا، وشوفوا كيف رد عليه. يا والله يا ابو محمد ها يا بيجي شغل شغل، اقسم بيات الله. في قسط اقبل بسم الله. عيب ما. السلام عليكم، هلا ساره القحطاني. هلا والله بهاج، ما تلعب مع بنات؟ بطلع اطلع. عبد الله مبدئيا هذه البدايات كذا اشاره وبوكس، بعدين ان شاء الله بعد اسبوعين ثلاثه لا بيطلع. يلا ماشي. الاختبار الاول ما نجحت فيه. نعبو نصحي يا اخوان، دارين الوضع. لا ان شاء الله، والله حتى انا اتمنى ان الله يهديني الصدق. هذا الشيء لا يرضي الله ولا يرضي لا، بس شو نسوي. ارحب يا خال، الله يبقيك. وش حالك يا ولد؟ الولد لا تخرب. لا والله بس هو قال اقبل، انا والله ما قبلت احد بيدي انا كذا. قلت له محمد اقبل، قال اقبل. عبود عطنا شيء احسن من كذا. طغى طغى الخال والله. يا ربي ابو محمد، غريبه فندر ما تواجد فيه ذا. والله اني ابغى اسالك ليه ما رحت الخرج؟ ما جت لي ما صراحه. انا متاكد ان فندر لو معرض عطور في باريس وعليه زحمه وقد خلاص قفلوا الخانات يعني حق ذا، وتكلم ان يوافقوا. انا دي. يعني ما خلاص والله اني صادق، قوه مبيعات وقوه حضور. يعني هو يجيب مشاهير عشان ايش؟ عشان ينشط معرض العطور. فجاه كل الحضور عند فندر عند ايفنت حق احمد. يعني انت كانك جبت معلنين وجبت ناس مستاجرين في نفس الوقت. اكون والله معك صادق الصدق، فاي معرض يبغى ينجح لازم يكون من ضمنه موجود عطر فندر عطر افنتس. اكون يعني معكم صادق. انا والله بقول لك الصدق ابو، انا كانت النيه اني بشارك، ومر علي اصعب اسبوعين في الحياه. والله مرت علي اسبوعين يا قوه علي لخبطه. والله العظيم ما صرت اسال عن فندر ولا عن غيره. مرت علي اسبوعين صعبه، ما قدرت. هي اللي ردتني من المشاركه بس. والله الله يسرها. اهم شيء الرياض ما طول الرياض لازم. انا عاد بروح يا ابو صالح، استمتع استانس. انا ترى من احب الناس البذور.
يا حبيبي تسلم يا محمد، والله اني من اكثر الناس متعه في سوالفك يا محمد. روح ودانك ربي يا شيخ. ليه دين اكثر؟ لا والله شوف يعني دماني صديقي غربها اول مره تسويها الدمان يعني موضوعك اللي بينا، بس ما ادري ليه. هي لا يمكن يعني خطا اني اخطيت. انت يا ميم تحب زلتي، تحب تشوف زلتي دايم. اللي بيسب يسب، تفضل معكم وقت لحد. والله اني استحي منك الدمان. تصدقون يا اخوان فيها حسابات كذا اشوفها ما اقدر اني ادب عليها، احس انه كذا صديق، احس انه زي اخوي الكبير. وفي واحد احس انه اخوي الصغير العن خيره ما عندي فيه، وفي واحد احس انه من اخويا يمون عليه والشاهي غلا وكذا. لا راسي والله. لا بعلمكم، انا بعلمكم سالفه البذور، بعلمكم كل شيء. بس دقيقه خليني احط الشاهي واجيكم. سالفه البذور البنات بجيكم دقيقه. ها والله يا ان الاجواء ثقه ليش؟ نبث جوجو عشان نطلع السيارة. آه. أنا في رجاء يوم أن أشوفك رحمه، عسى الله يجيب الخير ويحقق الأمال مثل ما أبي شوفه. ويحقق الأمال. شوفوا بقول لكم يا حباني، أول شيء هذا الخطأ البين، الخطأ خطأ. الخطأ خطأ. مرة. الخطأ خطأ. لكن أنا بقول لكم. الدنيا ولا هي يعني احنا كل بونا نخطي. كلنا نخطي بث برا بث. لكن احنا لازلنا أنا أقول أن أي شخص ما يلعب مع بنات إذا تقدر أنك ما تخش لا تخش من أخوك. خطأ هو خطأ يعني. الناس اللي قد دخلوا اللي قد زي بقول لكم شيء زي أنا ذي الحين أنا ما ضريت. ترى العادة أمر لا يستهان فيها وحمد الله النعمة. أنا ذي الحين لو أدخل مع إيش اسمه مع بنت ما أقدر ما أعرف أسول. بس لا في شخص ثاني يقدر يسول، يقدر يأخذ ويعطي، يقدر يسترس. أنا ما أقدر استرس، ما ضريت إني استرس، ما ضريت إني أخذ صوله وجول. هذا الرجال اللي يسترس له ويأخذ ويعطي قد ما تعود والعادة أمر صعب جدا. وأنا ما أعيد، أنا والله ما أعيد الشيء ذا، لكن ما نعلق بالموضوع ذا ابدا. نمزح نمزح نطقطق شوي ما عندنا خلاف، لكن الموضوع والله لا فيه لا شماته ولا فيه ارحم من دون بهاج. الموضوع ما فيه شماته ترى، والله ما فيه شمات. القلب بين اصابع الله يقول بالله من حيث يشاء.
قلب المؤمن بين أصابع الله سبحانه. أنت ما تدري، فإن شفت لك شيء تقول الله يكفي المسلمين. بكرة أقسم بالله يا رجل هذه اللي أنا شفتها في رجع، والله يا رجل إني هذه شفتها في رجع معي في موتري، أقسم بالله يتكلم لها على رجع يقول يا ولد فلان يا رجال سوى كذا وسوى كذا وسوى كذا وسوى كذا. والله يا رجل جلسنا يمكن سنة ونص، والله أنها سنة ونص إلا رجال مسوي الحركة اللي سواها فلان. أي والله، أي والله يا رجل. لكن الواحد يقول نس أنا أعطاك طق رجع ملكة وحق ضحك وحق وناسة، لكن إن جينا في الصجلة والله إن شاء الله أني ما سويها، إن شاء الله أني ما سويها إن شاء الله بإذن الله أن الله يالله يا رب إن كتبكني منها. والحين أنا عندي قناعة وعندي أقول ماني مسويها، لكن يا رجل بكرة والله العظيم بكرة تغيب مني أنت شهر، والله العظيم تغيب مني شهر تعود إلا ذا بهاج ابن أبوي أما يولد. الله يا ربي تكفى أنك أنت اللي تعرف ما في خاطرنا أنك تكفينا، الله يكفيني إذا الساعة الحمد لله رب العالمين على النعمة اللي احنا فيها، وإن الله يردنا له رد جميل. وعندنا مثل فلان دا عنده مشكلة في البث إنه يلعب مع نسوان، فلان حسن فيه مشكلة إنه يلعب مع نسوان، وحسين عنده مشكلة إنه يدخن. شوف الله الله معاه في دا إنه ما هو في دا الموضوع، وذاك يدخن كلهم، هذا عنده مشكلة وذا عنده مشكلة، هذا عنده خلاف وهذاك ما عنده خلاف، زي كذا. فنسأل الله في هذه الساعة كل شخص في مشكلة. نعم لا بيجيك أنت كم عندك ترقد والله يلا تقع عليك الواوي قعقوري أمس يوم ترسل له الصور يشوفها يعني واعي في ذمتك للساعة كم ما أدري الساعة كم ورقد أرسل له هلوه ولا تدق فالشهرة تعتبر بيتنا. نعم بيتنا والله بيتنا، لكن أنت طلب الله أن الله يثبتك. يا والله يا رب إن الله يكفينا، يا الله يا رب. خذني بقايا جروح أرجوك داويني لا تزيد الروح يا يوم بيادان أنا صوت المطر عود بذكراك الخيم كأنه يداويني. ايه والعلوم يا سلام اثني سلام للمعزيب الحجام احنا عندنا مزاد دالحين عندنا مزاد عندنا مزاد ابن مزاين في الجماعة هيد بكون فيه ذلحي كل رزق المسلمين تيها ومصباحيها نول السلام لو يقطع بلجة تروح له فروح له لا يقيد عن به أهلا وراع المليون سامة البخير صلي من الزين اتصيد طارحات الروسها
حب وكرامه وانا يوم اشوفه كني معيد طارحات الروسه حب وكرامه ارحب سم ايه ايه يوحي عنها هنا يلا يلا يا اخوي المشكله ما عندها متجر ما عندها الا واتس ما اظني الناس يطلبون منها يلا يلا بس انا حله بس الله يلهمك الشهاده يا الربع اسمعوا اللي يبي قهوه تبيشه ثقه والله انا ثقه جبت لي كيس كان عندي اعلان في مراسم دبي وجتني عجوز وش حالك يا بهاج يمك كتورها بخير قالت تكفى يمك ابي اعلان قلت ابشر بالسعد واشهد بالله اني قلي الرابع سجيت منها عطيت الكيس امي قهوه وزنت قهوه عطيتها امي يوم جلسنا اليوم الثاني امي تنشد كل يوم قهوه دي منين جيت بها والله انها زينه فتبشر الله يرحم والدينا ووالديك ارحب يا حمد خلني اكلم فلاح رقمها انا ضفته من سناب وش سميته للسناب اصلا الشرقية قهوة بيشة يوصلون في كل مكان وانا كفيلهم يا الربع اي شيء يخص الموضوع ذا انا كفيلهم دقيقة هجيب لكم سناب هذا الحين ربعي يا ربعي الفزع والله عجوز من بيشة ثقة قهوتها ثقة كيف اجيبها كيف انا ضفته يا كان رعب الهجر ولا كيف عينها اكتب قهوه بيها ايه بشروبه اسمع قهوة مهيلة بيشة ما أعطيكم الرقم تضيفونهم في الواتساب أعتمد. والله ما حاجة ها يلا يلا دحين بحطها طيب دقيقة الرقم دقيقة خلينا نقول الرقم ما يزينها يا الربع انا نبذ الجوال على ابو مسر سجلوا عندكم 053 انزل اسمع دقيقة طيب
طيب بجيكم دقيقة، بروح أسجله في جوال خالي بيجي، لأن هنا ظاهر اللي ما أدري كيف تطلع. دقيقة. تلعب وانا قد نايم وانا طرقنا الربع تكفون يا رجال، ابي لي 20 صامل، نزلتها في التويتر، لو يشرون منها 20 من اللي بيفزع؟ عنو الرقم في شو اسمه ازهل. تكفون يا رجال، انا بحذفها، ما هي مطوله ترى التغريده هذه، غير نبي لنا 30 طلب 40 طلب، الله يرزقك هذه علي الملازم، ما اخذت ريال، لا حد يحسب بدي ما اخذت دراهم، عليكم الله وما انا ما اخذت دراهم. هذه جتني عجوزه وانا عندي اعلان في مراسم دبي، وقالت تكفى يا امك انا عندي ذا ولا معي فلوس للمعلنين، قلت ابشري بالسعوديه خلاص جيبي رقمك. وعنوا الرقم، عنوا هذا اللي شافوها 95، الله واحد لو يطلب 95 واحد دفنات فقر ذا الجهيز، ما عاد تسوي ذا توصل قطر بطل منها، تواصلوا معها في الواتس يعلمونكم كلش، كل شيء يعلمونه بيهم. فزعة الفزعة الفزعة اللي يبي توصل. طيب سوزي أنت لا أنت باللي سكتتي ولا أنت باللي طلبتي ولا أنت باللي خلتينا نشرح ولا أنت بخليتي رحمة الله تنزل على المسلمين، والسماعة طفت وما فطرت والحياة وسط فوق ما تتصورين، فسدي همس. أنا لو ودي أحلف ذا الحين سمنت بشاريه يعني ما بيحلف، بس أبي أسكت. فيا حباني نبي 30 35 طلب يعني طالبينك انت تشري الجهاز له تذبح. وقفت على قهوة 8 ريال 100 ريال طالبينك تشري مطفر وش يسوي خلاص البخ أنت مطفر ارجع شوي يا جم نونا والله العظيم لو أنها بزال ذات سلب شرايتي طالبينكم تشروا علي الملازيم يا البخيل ما يخدم وانا خوفي هاسمع اوه عطرت فندر في المول فالكيا والكيا راح عليها. اسمعوا يا ريجي اعلن مسابقه كيف اسويها؟ خليني ادق على ولد عمي اللي ماسك كذا ابي اسوي مسابقه. والله الوضع يبيله تمشي. ها؟ جوجو. بسوي مسابقة فندر بس كيف أسويها؟ مسابقة فندر؟ إيه. أقسم بالله ما عطيتها عيال عمي عانهم، يقول عطنا عان. حبيبي السلام عليكم. حبيبي أنا فيه مرة كل عجوز جتني في مرة وأنا أعلم في بيش.
وقالت يا امك تكفى ما ادري ويش انشر قهوتي ونسيتها وتوني اتذكر هذه الحين في البث حطيت رقمها للتواصل حلو ذا الحين انا ابي اسوي سحب على 3 عطورات بس بشرط اللي يشري من كيف اسوي الطريق لا ما بي كذا ما نبي وش تقول كيف يثبتون انهم شروا يعني انا والله عشان كذا اتصلت عليك ليه انت تقول لي كذا عندي فكره بس تعطيني هدي لا انا ما ربس يا حبيبي انت تعرفني انا دابل تبدك في البراند وهو حقي انا دابل تبدك ما يا الله ارد عليك ويا الله انت واصل ويا الله خلصت الموضوع ذاك عشان اعلم الناس حق ذاك اللي ارسلت لي اسبوعين يا طول يا ولد لا انا ما اقصد ذا اللي ارسلت لي ما بعطر الشعر ما بعطر الشعر الله يرحم والديك الثاني لا ترسل لي ما روس اشوف لا في اذني ايه يا ولد عمي هو مدير فندر ولا يفهم والله ما يفهم ايه هو انا اقصد هذه متى تظهر بعد اسبوع يلا خلاص تم طيب والمرة حقت القهوة ايش سويبها لا ما عندها متجر خلاص وش هي اعطيها العطور هي توزعها يلا طول ولد عمي ذا وهي صغيرة دخلني في معمعه وفي انا داقن عليك ابي فزع دخلني في متاهات معمعه جوجو ها يقول خلهم يتواصلون معك ويرسلون لك الارقام اللي يطلبوا وندفع دفع عشوائي على ارقام جوالات فاضي انا فاضي انا عندي شركات وعندي ايش ذاكم ولا يندم والله كوفي شغل بيت لا يندم او شغل بيت انا ما شفته يشتغل بيت ولا بيت بس انا شغلك كوفو ادعموا يا ولد ادعموا الناس ادعموا وقفهم مع المسلمين طيب اسمعوا بروح اجيكم 3 دقائق دقيقتين بجيكم تبغون شغلكم نشيده والله شغلكم نشيده ماني مقبل على كيفك
عفت خشمه وارب وسنة وخمس خشم جديد وصوب الفيل فيها تسبع طوال العداء مع أهل المهزة والعضيب والحياة الروس أحب وكرامه وأنا وشوفة تنين عيش يا لا لا السلام عليكم. والله اللي ما شرب من ذا الشاهي انه حزين. الشاهي ذا البراد هذا سويته بحب بلطافه بود باحترام. الشاهي هذا وين كنت؟ سرحت في القلب من عقب الطنين شهد دولة يا ربع. أنتو ما يمل منكم، والله ما يمل منكم، لكن أنا ضروري أني أقفل البث.
ضروري اني اقفل البث لان عندي شغل ذا الحين. لا اله الا الله. لا هني والله غير هني داري توجب الشباب، بس والله العظيم اني مضطر اني اروح. ولا تنسوني من دعواتكم ان الله يزين حياتي وان الله يزين اموري. عندي اشغال واجد ابي اسنعها، وعندي جاكوفي والله حسيتها ما ظنيت ان جاكوفي. صورنا بالسناب على خشمي، اصور لكم السناب ونتهرج احنا وياكم بالسناب، بروح نسولف احنا وياكم بالسناب ان شاء الله. لكن ادعوا لي ان هي ما هي عليكم باللزوم، لكن اخوكم ان ذكرتوني وطريت على بالكم ادعوا ان الله يزين اموري. اشهد بالله اني استأنست معكم. اشهد بالله اني استأنست معكم. اشهد بالعز، انت والعز. الله لا يهينك يا المي. الله لا يهينك، الله لا يهينك، الله لا يهينك. اخليها دائم كذا العادة. امنعونا من الاختلافات وامنعونا من الدبلجة. سلموني عليكم، انا استأذنكم بروح باقي البيشة وبروح الأمور عندي. اي والله سلموني عليكم كثير السلام. لا اقول لكم وداعا، ولكن باذن الله اننا نلتقي. يلا مع السلامه.